هل انتهيت؟ انتهيت يا مولاي. أرني. باسم عزتنا وسمو مكانتنا، نحن جلالة الملك المعظم غياث الدين توران شاه، أمرنا بما هو آت على جميع الأمراء والخجداشية والأغاوات وكافة المماليك البحرية والصالحية تقديم بيان بما يملكون من أراض وأموال ومجوهرات وجوار وقصور إلى الطواشي مسرور خلال 30 يوما من الآن، والحذر من محاولة الإنكار أو إخفاء أي شيء بالليل أو النهار، ومن يفعل فقد حق عليه عقابنا، وإنه لعقاب صارم بطار. مولاي، بشرى يا مولاي السلطان. ماذا يا أيبك؟ وكيف تقتحم مجلس السلطان هكذا بلا استئذان؟ ولكن يا مولاي، ما أحمله من بشرى يصفح لي اندفاعي. وما هي هذه البشرى؟ لقد طوقنا جيش الصليبيين وأسرنا منهم الآلاف. عظيم. وملكهم؟ أسرناه هو وباقي الأمراء والنبلاء، وأودعناهم دار ابن لقمان بالمنصورة. شددوا عليهم الحراسة. بل سنتولى نحن حراستهم يا مولانا السلطان. نعم نعم، سيتولى الأمير سيف القمري والطواشي صبيح مسؤولية حراسة هؤلاء الأسرى، فهم كنز ثمين لا أتمن عليه غير خاصة رجالي. ولكن يا مولاي، كيف لا نؤتمن عليهم ونحن الذين أسرناهم؟ هكذا أمرت. أمر مولاي. وهكذا انتصرت. لقد انتصرنا يا أيبك. ها، انتصرنا. وسأضيف إلى لقب الملكي لقبا آخر، لقب قاهر الصليبيين. جلالة السلطان غياث الدين وقاهر الصليبيين المعظم تورانشاه، سدد الله خطاه وحماه. مولاي السلطان، غياث الدين وقاهر الصليبيين المعظم تورانشاه، أستأذن في الانصراف. مولاي السلطان، أنا أقف أمامك يا سلطان مصر بعد أن انهزمت وألقيت بسلاحي. لم أحضرك من بلادك إلى هنا، بل أتيتنا غازيا. وسأغادركم مهزوما. هذا إذا غادرتنا. ماذا تعني؟ للاستسلام شروطه، وللخروج من الأسر فديته. أعلم، ولدي ما أفتدي به نفسي. وباقي رجالك؟ وباقي رجالي يا سلطان مصر. سأبعث إليك برجالي ليفاوضوك ويبلغوك بشروطنا وأوامرنا. ولما لا نجلس معا أنا وأنت؟ أنا وأنت؟ ولما لا؟
وأنا ملك فرنسا وأنت سلطان مصر. لكنك ملك مهزوم، أسير في قبضة يدي. حياتك وحياة كل من معك معلقة بمشيئتي وإرادتي، فكفتانا إذن غير متساويتين؟ وعليك أن تقبل ما سيعرض عليك إنقاذا لحياتك وحياة كل من معك. قد تأكدت من شكوكي في نية هذا الطورنشاه. نعم يا أخطائي، والأدهى من ذلك أن رزيقي كاتب الديوان قد لحق بي وأنا خارج من القصر، وهمس إلي بأن السلطان قد أعد مرسوما يقضي بأن يقدم المماليك الأمراء والخشداشية بيانا بكل ممتلكاتهم للتواصي مسرور. اللعنة اللعنة، انه ينوي ان يقرضنا من املاكنا. والله لن امكنه من ذلك، لقد بدأ في حربه ضدنا ونحن لها. ولو انني لا امتلك ما اخشى عليه الا ان نيته قد باتت جلية. انه يرتب لشيء ما ضد الامراء، واظنه ينوي تقليص النفوذ وتقليم الاظافر. وهل نبقى هنا نلوك الكلام ونتركه سادرا في غيه موغلا في تآمره علينا؟ يا أمير أخطائي، حذاري أن توجه لي نصحا أنا لست في حاجة إليه. اسمع يا هذا، كنت ترفع شعار الصبر على مكاريه لأن الأعداء ما زالوا يحتلون جزءا من البلاد، فما حجتك الآن وقد استسلم كل الأعداء وكبيرهم رهين محبسه في دار ابن لقمان؟ أخطأ على حق يا قطز. الحمد لله الحمد لله، نطقت أخيرا بمقولة حق يا أيبك. لم أكن أنوي أن أقدم لك نصحا يا أمير أخطأ، أو أن أثبت لك همة، ولكنني أنظر إلى ما هو أبعد، أنظر إلى ما لا تستطيع أبصاركم أن تصل إليه. قد عدنا للفلسفة وغموض الكلام. وإلى ما يصل نظرك الثاقب ولا تصل إليه أنظارنا؟ إذا ما قتل السلطان، فمن يا ترى سيكون السلطان؟ غياث الدين توران شاه المعظم. لا 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 لا، ذكرني يا صبيح بما أضفته إلى اسمي من ألقاب. أنت جلالة الملك غياث الدين وقاهر الصليبيين المعظم توران شاه. سدد الله خطاه وعفاه. قولي يا أختي، سدد الله خطاه وعفاه. نعم 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 نعم، قاهر الصليبيين، أنا لقد نسيتها. وقريبا سأضيف إلى اسمي لقبا آخر. ما هو يا مولاي السلطان؟ سأصبح جلالة السلطان المعظم توران شاه غياث الدين قاهر الصليبيين وقاتل
المماليك. عاش السلطان، عاش السلطان، عاش السلطان. نعم سأقتلهما كذا. هذا أيبك، وهذا أقطاي، وهذا بيبرس بطل جديلة. هذا بيبرس بطل جديلة. يا قاهر الصليبيين والمماليك والنسوان. أيها الحراس، لا حراس لك بسيوفنا. أغيثوني. لا غياث لك اليوم يا غياث الدين. اتركوه، أن يخرج هذا الطورنشا من القصر حيا. قارون، نعم يا بيبرس، قم بمهامك. هيا أمامي، هيا 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 ختمه. هيا يا شعب مصر المحروسة، أنا سلطانكم تورانشا. أغيثوني، أنقذوني. النجاة لا أحد يعرفك في شعب مصر أيها الطورنشا. ولدي. أمي. محمود. أمي. الحمد لله على سلامتك يا محمود. أنا سالم بك ولك يا أمي. كيف حال المعركة يا محمود؟ نصر من عند الله. الله أكبر، أنت بطل، ابن بطل. البطل الحقيقي يا أمي هو الأمير قطز. يا سلام، لم أرى في حياتي بطلا مثله في شجاعته وكره وفره. هل عاد إلى المحروسة؟ سيصلها غدا بإذن الله، وفرحته فرحتان. فرحة النصر عرفناها، فما هي الفرحة الثانية؟ أنجبت له زوجته هند مولودا. حقا، يا للفرحة، أنجبته يوم النصر تماما. إنه فأل حسن. يا ليت عندي شيئا غاليا أهديه إليه، فهو إنسان نادر يستحق كل خير. ما باليد حيلة، الفقير لا يملك إلا مشاعره. يا لأريق الماضي، وعبق الزمان الذي كان، لماذا أخرجها الآن؟ هل أهديها لوليد ذلك الأمير قطز؟ لا 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 لا، لقد احتفظت بها كل تلك السنوات بعيدا عن كل العيون، حتى عيون الشيطان جنكيز خان. فهي الذكرى، الذكرى الوحيدة التي تذكرني بمن كنتها. وعاهدت زوجي أن أهديها لابني محمود في يوم عرسه. أمي، يا أم محمود. أمي، ماذا شغلك عني؟ كنت أرتب ملابسي
تعالى تعالى اجلس معي وحادثني. لقد اوحشتني يا حبيبي ووحيدي. ما اوحشني الا دفء حنانك يا ام محمود. ما بك يا امي؟ ألم بسيط في صدري. هاتي بطبيب الحارة. لا يا محمود، أنا لا أحب الأطباء، إنه ألم بسيط سرعان ما يزول. أمي أفديكي بروحي يا أمي. من بالباب؟ قطز. قطز حبيبي. الحمد لله. قطز. بما سميتيه؟ انتظرت حضورك لتختار له الاسم. إذن سميه محمود. هو لما هذا الاسم بالذات؟ إنه اسم عزيز علي وسيذكرني دائما برسالتي. ولو كانت بنتا بما كنت سميتها؟ كنت أسميها هند. يا حبيبي يا قطز. وهل عندي أغلى من هند يا أم محمود؟ تلك بنود الاتفاق التي توصل إليها الأمير حسام الدين مع الملك لويس الصليبي السجين في دار ابن لقمان. أولا، يدفع الملك لويس فدية قدرها 800,000 دينار، يدفع نصفها مقدما والنصف قبل الإفراج عن باقي الأسرى. ثانيا، يتم جلاء جنودهم عن دمياط ويكون لهم الحق في حمل أمتعتهم وأسلحتهم، ونضمن عدم تعرض الأهالي لهم وسلامة أرواحهم. أنا أوافق على هذا الاتفاق. وأنا لا أوافق عليه. ماذا؟ أقول إني لا أوافق عليه. فمبلغ الفدية قليل، ويجب أن يدفعوا فدية عن كل جندي أسير، أو نقتل الأسرى انتقاما لضحايانا. نحمد الله على النصر، ولكن بقاء ملكهم أسيرا لدينا ودمياط تحت سيطرتهم فيه خطورة علينا. فربما فكر الفرنجة في تجريد حملة لاستخلاص ملكهم وللثأر لهزيمتهم. نفذ الاتفاق يا أيبك، فأنا أقر. تفضل يا أمير أقطاي. إنه موقف شائك يا قطز، وأنا شخصيا لا أعترض على أن تكون شجرة الضر هي السلطانة. اسمح لي يا أستاذي أن أختلف معك في الرأي. هل لك رأي آخر؟ بالتأكيد. هل أجدبت البلاد من الرجال لتتولى الأمر امرأة؟ من نولي إذن؟
لم يبقى لنجم الدين وريث من صلبه، ولم تبقى إلا شجرة الدر، فحلفنا لها. يا أستاذي، الحكم صنعة الرجال. أنا معك، ولكن يا أستاذي، النساء زينة القصور. أراك توحي بشيء لم أفهم. تزوج السلطانة يا أميري، تزوج السلطانة لتحكمها وتحكم البلاد. أنا أتزوج شجرة الدر؟ محال أن تحكمنا امرأة، ولن أعطي لشجرة الدر الفرصة لتعلو بها علينا، فنحن الذين قتلنا هذا الطرنشا وريث السلطان نجم الدين. إذن فالحكم من حقنا ولنا نحن المماليك. وماذا تنوي أن تفعل؟ ألست مستعدا يا بيبرس؟ أنا دائما مستعد لما تأمرني به، لكن أعلم أن الأيوبيين بدأوا يتجمعون في محاولة للانقضاض، اعتقادا منهم بأنهم أحق بعرش مصر منا نحن المماليك. بل إن الناصر يوسف طرد نائب السلطان الذي سبق أن ولاه نجم الدين على دمشق، وها هو يواصل زحفه على باقي بلاد التي حررها نجم الدين في الشام، وفي النهاية سيتجه صوب مصر. كل هذا وذاك في اعتباري يا بيبرس، بل وأكثر. لكن المهم الآن، لقد انتهى حكم الأيوبيين في مصر إلى الأبد ولن يعود، فنحن الذين قاتلنا وحاربنا وانتصرنا، وها هي الثمرة قد نضجت وحان قطافها. إذن فماذا تنوي أن تفعل؟ سأتزوج شجرة الدر. وإذا رفضت؟ قتلتها وحكمت مصر. ما بال حبيبي مشغولا؟ ألم تنامي حتى الآن؟ وكيف أنام قبل أن أطمئن على حبيبي قطز ومحمود؟ ها، ماذا شغلك عنا؟ أكتب رسالة. لمن؟ يا ترى لحبيبة هجرتك أم لمعشوقة لوعتك؟ لا هذه ولا تلك، وإنما أكتب رسالة إلى عم الشيخ هاشم في دمشق. وما فكرك به الساعة؟ عباس المصري مسافر، وأردت أن أطمئن على حاله. وحالها؟ من؟ ياسمين. ألا تستحق أن أطمئن على حالها هي الأخرى؟ هذا يعني أنها في ذاكرتك، وربما في قلبك. هند، هل مست كلماتي أو ترى في داخلك؟ لا، ولكن لهجتك غريبة على أذني. عفوا عفوا، عد إلى رسالتك وإلى ذكرياتك. أخطأت فتبكين.
لا، بل أنا التي أخطأت. هند، ما بك؟ لا شيء، لا شيء سوى أني أحبك. وهل بدر مني يا حبيبتي ما يسيء إليك؟ ألم تعرف بعد، ألم تعرف بعد يا قطس أنني أحبك، أحبك أكثر مما أحب نفسي. وأني تغارين؟ نعم نعم، أغار، نعم. ليست ناقصة أن تغار المرأة على من تحب، وأنا أحبك لحد الجنون. وتغارين أيضاً لحد الجنون. ربما لو كان لي أب أو أم، أخ أو أخت، لتوزعت عواطفي عليهم. لكن أنت كل ما أملك، أنت كل أهلي وعائلتي ودنياي، أنت من عشت لأجله. أكثير علي أن أغار عليك؟ لا يا حبيبتي، ليس كثيرا، ولكنك تعلمين حقيقة مشاعري نحوك. أم ترى غابت عنك حقيقتي أثناء غيابي؟ لا 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 أبدا، لم تغب عني لحظة واحدة طوال الأيام والشهور التي غبت فيها في حرب الفرنجة. كنت يا قطز هنا وهنا وهنا وهنا، أكثر فأكثر. أحبك ولا أطيق أن أراك تفكر في أي مخلوقة سواي. يا حبيبة قلبي، يا حبيبة قلبي، إنني لم أفكر فيها وأنت في غياهب المجهول وهي أمامي، فكيف أفكر فيها الآن وأنت تملئين علي بيتي وحياتي وقلبي؟ الدر سلطانة لمصر، أعاقمت مصر فلم يتبقى فيها إلا شجرة الدر لتحكمها؟ حجة من حلف لها أن نسل السلطان الراحل نجم الدين انقطع بمقتل ابنه توران شاه، وأنها تتسم بالرجاحة وسعة الأفق، وأنها هي التي أدارت آخر مراحل الاتفاق مع الملك الفرنسي ووقعت معه شروط انسحابه. أرى يا مولاي أن نرسل لها لتخلع نفسها، وإن رفضت فأنا أعرفها عنيدة، سيرنا لها جيشا خلعها عنه. وأنا أقود هذا الجيش، وتصدر يا والدي مرسوما بتولية عرش مصر، فابن الخليفة على أي حال أولى من امرأة كانت جارية في هذا القصر قبل إهدائها لنجم الدين. هذا رأي له وجهته، ومولاي هو الخليفة، وما دام لم يوافق على ترسيم شجرة الدر سلطانة فقدت شرعية توليتها حتى وإن حلف بعض الأمراء في مصر لها. نعم نعم، لن أوافق على أن تتولى امرأة حكم بلد تحت ولايتي. متى جاء؟ الآن يا مولاي، هل أدعوه ينتظر؟ لا، أدخل لنرى ما عنده لنا من سيده. من القادم يا والدي الخليفة؟ رسول من عند شيطان الشياطين. ومن غيره؟ إذا أذنت لي يا مولاي بالانصراف. بل تنتظر لنرى ما عنده لنا من سيده. ألست وزير البلاط؟ ربما يعلم الوزير بما أتى به الرسول، ولهذا فلا جديد يحفزه على البقاء. سامحك الله يا أمير أحمد، دائما تشكك بي وتعرض في ولائي. الوقت ليس وقت مشاحنات، وإلا فاتركاني وكفاني ما بي.
لصاحب المجد يا خليفة المسلمين. هذا هو أدب مخاطبة الخليفة؟ عفوا عفوا، ما قصدت إساءة، لكن تعودنا أن لا نقول كلمة مولانا إلا لمولانا الذي لا مولى لنا إلا هو على سطح الأرض، خاقاننا الأعظم. بداية غير مشجعة، قد تفقد بسببها حياتك. قبل أن تقرأ رسالة مولاي الخاقان وقائد قوات التتار وحفيد المخلد دائما جنكيز خان. اسمح لي يا مولاي الخليفة أن أطيح برأس هذا المغرور. لا لا، نقرأ الرسالة أولا. قبل أن أسمعك الرسالة، هل لي أن أعرف السادة بنفسي؟ أنا القائد كتوب غنوين، القائد الثاني لجيوش التتار والتي تطال ذراعها أي مكان على سطح الأرض. مغرور مغرور. شكرا يا أمير أحمد. ألست أكبر أبناء الخليفة؟ بالمناسبة، كيف حال الجارية التي اختطفتها من قصر والدك الخليفة؟ أظن كان اسمها أشرقت. لا لا لا، إنك تهذي تهذي. عيوننا تعرف حتى ما يدور في مخادعكم يا أمير. فلنقرأ الرسالة أولا. رسالة الخاقان المعظم هولاكو. خذ الرسالة واقرأها يا أمير أحمد. عمرك يا وليدي. من قائد جيوش التتار هولاكو ابن تولوي ابن المخلد دائما جنكيز خان سلطان سلاطين الأرض إلى المستعصم خليفة المسلمين في بغداد. أما بعد، لقد مللنا مراوغتك، أما أنا لك أن ترعوي وتعرف قدرنا؟ بعثنا إليك من قبل ولم نتلق منك جوابا، فدلنا ذلك على سوء رأيك وفساد تصرفك. ستغيظ هذه الكلمات، أنا أريد أن أستفزك. ولم ترسل إلينا رسولا يخفف من غضبنا، ولم تستعطف عليك قلوبنا، ولهذا فإني أنذرك بتسليم بغداد لنا. إن فعلت ذلك ضمنت حريتك وحفظت مركزك، وإن أبيت واستكبرت حل بنفسك وبأهلك الدمار والخراب، لأن جيوشنا سوف تسير إلى بغداد لا محالة وتستولي عليها وتنتزعها من سلطانك، ولن ندع أحدا عليها في كل مملكتك، وساعتها لا تلومن إلا نفسك. ما رأي قائدي العزيزين؟ سينخلع قلب خليفة بغداد رعبا، وهذا نصف الطريق إلى النصر. لقد علمني جدي المخلد دائما أن العدو الخائف هزيمته مؤكدة. دعني أحمل الرسالة إليه يا مولاي الخاقان. كتبغى، كنت أنوي أن أبعث بها مع أحد فرساننا. لا تحرمني من متعة رؤية خليفة المسلمين وهو يستمع إلى كلماتك تتلى عليه. يريدني أميرك أن أستسلم له وأسلم له مفاتيح بغداد؟ ولم لا؟ إذا كنت تريد الإبقاء على نفسك وعلى رعيتك. سأخرس سيفي هذا في قلبك. صبرا يا أمير أحمد، أما هكذا تعامل الرسل؟ الرسل التي لها حق الأمان هي التي تعرف قدر من تقف أمامه بلا تبكح أو وقاحة.
تستطيع أن تقتلني يا أمير أحمد، ولكنك لن تستطيع أن تمنع انتقام التتار لو مسني سوء، وهو انتقام سيكون أبشع من يوم الهول. أما كفاك تهديدا؟ سأرد هذا على رسالة أميرك، فأسرع بمغادرة بغداد قبل أن ينفذ صبري. كلكم ضدي، كلكم تتحالفون علي، حتى خليفة بغداد بعث من يقول إن كانت الرجال عادمة عندكم فأعلمونا حتى نسير إليكم رجلا. أنا لست ضدك يا شجرة الدر، ولكنني أجهر بحكم الإسلام، لا يتولى أمور المسلمين امرأة. ها أنا ذا أعلنها أمامك كما أعلنتها في غيبتك. لما تأخذ هذا الموقف مني يا مولانا وأنت تعلم مكانتك لدي؟ إنه ليس موقفا منك، ولكنه موقف مع الحق. لكن أئمة المساجد دعوا لي في خطبهم، فلما تشد أنت عنهم؟ لقد عزلت نفسي من الإمامة والخطابة والقضاء، بل من الفتية أيضا. أنت تهيج شعور العامة ضدي وتفسح فرصة للأمراء حتى يخرجوا عن طاعتي. أنت التي وضعت نفسك في هذا الموقف. لم أضع نفسي، بل وضعتني ظروفي. مات السلطان فراعيت أن يتولى ابنه مكانه، لكن طمعه قتله. أكان علي أن أترك الزمام يفلت حتى تعم الفوضى ويتطهر الطامعون وتبرز الأحقاد وينتاب البلاد ثورات تقضي على زهوة النصر الذي حققناه؟ هل ارتكبت جرما عندما توليت أمر البلاد لأنقذها من حروب داخلية تضعفها وتولدها مورد الهلاك؟ ثم ألا أحكم بالعدل وأسس الأمور بالحكمة؟ فلتكن كلمتي الأخيرة لك يا ابن عبد السلام. سأحكم. رضيت أنت أم لم ترضى؟ سأحكم. رضيت بقايا البيت الأيوبي أم لم ترضى؟ فقد جلست على هذا العرش ولن يزحزحني عنه إلا الموت.